رحمة الله وبركاته. كديرن اخوتي لاباس عليكم، مبروك العواشر، تعيدوا وتعودوا بالصحة، يدخل عليكم هذا العيد الأضحى بالسرور والنجاح لوليداتكم وجميع الأمة الإسلامية، والله يجعلنا نعيدوا بالصحة والهنا وطول العمر ويخلينا الصحيحة. بسم الله، اليوم غندير لكم السفة حلوة. ها هو ده، عندي نص كيلو ديال السفة، الزيت باش غندير، الطريقه ديال الملحه، اللوز باش ندير تزيين، قرفه، الزبده، الزبيب، وقطعت معاه المشماش يابس رطبته وقطعته طريفات. ها هو السكر كلاصي، انا غنبدا قدامكم. ندير له الزيت، عيني هي ميزاني، ها البريمه ها هي كتغلى، ها هي انا نبسسها وغنديرها تفور وهنا معاكم. نبدلو شويه، العيد جاي ان شاء الله، قلنا نديرو هاد السفه حلوه ان شاء الله، يا ربي يكتبها لنا ربي. ها هي زاله، كتجي سهله دغيا، انا غنديرها بالطريقه ديالي. انا غنديرها في الكسكاس، وديك الساعه نرجع معكم نعاود طيب، نرجع معكم نوريكم كيفاش غنسقي. بسم الله، هاهي طارت الفورة اللولة، هاهي هاد الما هذا اللي كيغلي، هاهو كنرشو بيها. شاب هاد الماء هاهو، غير فوسك الكسكاس، نديرها على الكسعة على حتى شي حاجة، نبقاو غاديين بهاد الطريقة، نعاود ليها التانية، التالتة غندير معاها الزبيب ديك الساعة، إن شاء الله يا رب. المكر رجعو تاني البر، دابا أنا غندير لها التفويرة وغنعاود تاني نسقيها بالماء، غنسقيها بالماء ونعاود تاني التفويرة التالتة، غندير معاها الزبيب وديك الساعة إن شاء الله مع نوجدها أنا غنقدمها ليكم. التفويرة التانية كندير لها الما بارد، نكب الما بارد هاهو. ما بارد، درت لها قبيله الما سخون، دابا تندير لها الما بارد، متخافوش منه، الما بارد هو اللي كيعطي هاديك باش كتبانلك بحال لا طابت، شتي كتت متتعجن ما والو، لا متخافو منه، هانتي شنو. شفتي ترجع دابا هاد التفويره هادي غندير معاها الزبيب ان شاء الله يا ربي، هادي التالتة هادي الاخرى، مخدمتهاش كاع في القصعة، كنخدمها عا في الكسكاس. ها هاي تحيد هاد الماء، بسم الله.
الحله طابت صافي تبارك الله كرجع. التفويره الاولى درت لها الزيت، التفويره الثانيه كبيت عليها الماء داك اللي بخرتها. دابا هذه التفويره الاخرى انا غندير دابا الزبيب. ها هو الزبيب، الزبيب والمشماش. نخلطو معاه، نخليها تفور مزيان، ندير واحد القريصة الملحة أشوية، ملحة أشوية على حساب نهرسو الحلاوة. دابا غنخليها تفور مزيان، عنساها هاهي إن شاء الله. هادي التبخيرة اللخرة، ومني غنقدم إن شاء الله أنا غنقدمها لكم بالصحة والراحة. جربوا هاد الطريقة راه كتجي زوينة وسهلة، مفيهاش العذاب. الأولى بالماء طايب، والثانية سقيها بالماء بارد. هاهي اللي صايبت قدامكم، هاهي صايبتها بالتزيين. هاهي تاكلوها بالصحة والراحة، وديرو لي اللايك وديرو لي المتابعة. صحتكم اخوتي. هاهي شهيوة زالة، سفة حلوة بالزبدة والسكر وشوية اللوز والزبيب والمشماش، بخرتو مع الزبيب. نقول لك ذوقوها وتجربوها، وديك الساعة إن شاء الله تقولوا لي الله يعطيك الصحة وبصحتكم وبراحتكم، وجربوها. جات غزالة هاي.